بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد، معكم أخوكم صياد الحداد حميد دشتي أبو إسماعيل. اليوم التاريخ 9/12/2022، اليوم يوم الجمعة، ونقول لكم جمعة مباركة للجميع. موضوعنا اليوم راح يكون أيضا بحري للصيادين، معلومة للصيادين والحداقة. اليوم راح أتكلم عن المربعانية، مربعانية الشتاء. تعريفها طبعا هي فترة يشتد فيها البرد القارس وتستمر 40 يوما. فترتها تقريبا من 22 ديسمبر إلى 31 يناير. تمتاز طبعا هذه الفترة بالبرد القارس، وهذا البرد القارس طبعا وهذا المنخفض الجوي أيضا تؤثر بشكل كبير على مزاجية الأسماك، فهي تبحث عن المناطق الدافئة، وهي تغير الأسماك، تغير مناطقها أو أماكنها حسب درجة حرارة الماء وحسب العلف وحسب وفرة الأكسجين أيضا. الآن الأسماك متواجدة في الأعماق، على الحداقة أو الصيادين الآن إذا يبون الصيد موجود في الأعماق في الغزر. معلومة عن البحر، البحر في الشتاء أعزائي الصيادين تكون سطح البحر يعني باردة، وتكون في أعماقها دافئة، تكون المياه دافئة، طبقة المياه تكون دافئة. وفي الصيف تكون سطح البحر حار وفي أعماقها تكون باردة، بالعكس، سبحان الله، سبحان الخالق. الآن في هذه الفترة طبعاً الأسماك تكون خزنت بروتين بما فيها الكفاية، والآن تذهب وتبقى في المناطق الدافئة. وهذه المعلومة حبينا نقدمها للصيادين ونقول إن شاء الله أهل البحر يعيشون.